اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى ننتقل الى التحليل العام لنادي بالميرس، نقاط الضعف، نقاط القوه، مين افضل اللاعبين، مين اهم اللاعبين اللي موجودين، فين نقاط الضعف اللي موجوده. دايما مع كريم سعيد واحمد ثابت. خليني ابدا بك يا احمد وناخد الاثنين المديرين الفنيين بيتسو موسيماني وفيريرا. طبعا اول الاثنين مدربين بيتسو موسيماني وفيريرا، السن موسيماني 56 سنه، فيريرا البرتغالي 42 سنه، الجنسيه طبعا ده فيريرا من البرتغال وموسيماني من جنوب افريقيا. موسيماني مع النادي الاهلي حتى الان لم يخسر الا مباراه واحده امام بطل اوروبا بايرن ميونخ، لعب كام ماتش؟ 23 مباراه، كسب 18، اتعادل 4، خسر مباراه واحده بس. لا مدرب مش قوي يعني، ما ارقامه يعني ما يلا ماشي. احرز لاعبو النادي الاهلي 46 هدف بمعدل هدفين في المباراه الواحده، استقبلت شباكه اهداف 12 هدف في 23 مباراه. اما ابل فريرا المدرب اللي كان ماسك سبورتنج براجا واللي كان ماسك باوك اليوناني، لعب مع فريق بالميراس البرازيلي 28 مباراه، كسب 15، اتعادل 7، خسر 6، جابوا 46 هدف، يعني نفس الاعداد بتاعتنا، ولكن طبعا احنا لاعبين عدد مباريات اقل مع موسيماني، فمعدل احراز الهدف عندهم 1.6، احنا عندنا هدفين طبعا مع الفريق المنافسين. استقبلت الشباك الاهداف هم 20 هدف في 28 مباراه، فده ارقام جيده برضو، ارقام جيده، ولكن طبعا فيها نسبه خساره اكتر شويه، يعني نسبه الخساره 6 مع الوضع في الاعتبار الفرق في المنافسين طبعا. بس طبعا الاثنين مدربين محترمين جدا وعندهم قدرات كبيره جدا واعتقد ان النسبه 50-50 يعني. طيب